وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا من رام الله مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين. ولاء، بعد التحية، اطلعينا على آخر التطورات الميدانية في ظل اقتحام قوات الاحتلال لعدد من المدن والقرى الفلسطينية. نعم، أهلا بكم. في البداية نتحدث عما يجري في مدينة رام الله والبيرة، والتي اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال وبتعزيزات كبيرة من مجمل المداخل لمدينة رام الله والبيرة. وكان هناك اشتباك مسلح ما بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في تلك اللحظات، ولغاية الآن تتواجد آليات الاحتلال وسط مدينة رام الله والبيرة. أيضا من خلال الحديث عن يعني هذه عملية الاقتحام التي لا زالت تجري في مدينة رام الله والبيرة، كان هناك إصابتان برصاص الاحتلال، بإحداها بالصدر والأخرى في البطن، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على مركبة في حي الطيرة. ليس فقط في وسط مدينة رام الله والبيرة تتمركز قوات الاحتلال، ولكن في عدة أحياء في حي في بلدة بتونيا، في حي الطيرة، وأيضا في سردة وبير زيت وغيرها من الأحياء والبلدات التي هي في مدينة رام الله والبيرة. أيضا من جانب آخر كان هناك في وكما تابعنا وشاهدنا فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من قلب مدينة رام الله والبيرة إصابة لجندي إسرائيلي، لذلك كان هناك جنون لدى قوات الاحتلال بإطلاق النار باتجاه الفلسطينيين في محيط دوار المنارة، وأيضا الاشتباكات لا زالت مستمرة ما بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين. إلى جانب ذلك هناك العديد من المدن في هذه اللحظات، نتحدث عن اقتحام لطول كرم ومخيم طول كرم، جنين ومخيم جنين، نابلس في المنطقة الغربية، مدينة قلقيلية وبالتحديد في بلدة عزون. أيضا هناك اقتحام لمدينة الخليل وبالتحديد في حلحول. أيضا العيسوية يتم اقتحامها، الآن نتحدث عن اقتحام وأيضا اشتباك مسلح في أريحة، في مخيم عين السلطان ومخيم عقبة جبر. كل هذه الأماكن التي تتركز فيها هذه الاقتحامات، ولا سيما هناك اشتباكات مسلحة ما بين قوات الاحتلال أيضا والمقاومين الفلسطينيين في هذه اللحظات. استهداف مدينة رام الله والبيرة كانت، وحسب شهود عيان قالوا أن قوات الاحتلال أرادت يعني التمركز في هذه وسط مدينة رام الله والبيرة، وتم إغلاق محل الصرافة ونشرت وقامت بإلصاق منشورات على محل هذا الصرافة التي قامت باقتحامها في مدينة رام الله. ولا زالت يعني قوات الاحتلال يعني عندما تقوم بإغلاق أي محل تجاري أو حتى منزل، تقوم بوضع ملصق بأن حماس تساوي داعش، وأنه بأمر من قائد العسكري في المنطقة بيهودة والسامرة اتخذ القرار بصدد العمل ضد الذين يقدمون الخدمات للحركة الإسلامية حماس، وتم إغلاق هذا المحل لأنه قدم حسب ادعائهم خدمات لحماس. إذن ولا أيضا من منذ قليل عاجل على وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد فلسطيني في رام الله. نعم، وزارة الصحة لم تبلغ ولم تعلن وزارة الصحة لغاية الآن عن وجود شهيد في مجمع فلسطين الصبي، ولا زالت هناك بعض الإصابات الحرجة، لا سيما وأن يعني لا نستطيع القول بأن هناك شهيد، وخاصة أن وزارة الصحة الفلسطينية لم تتحدث لغاية الآن عن هذا الشهيد لغاية هذه اللحظة التي نتحدث بها إليكم، ولكن فعليا هناك إصابة حرجة وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي. ولا عند تشييع جثمان فلسطينيين كانت قوات الاحتلال أيضا تقوم باستهداف الفلسطينيين وتقوم أيضا بتجريف المنازل، كيف تقوم قوات الاحتلال بتجريف المنازل في المدن الفلسطينية وأيضا ترويع المواطنين بالتأكيد هناك؟ ولكن دعيني أتحدث عن هذا الخبر العاجل، في أنه قصف في الحارة الشرقية
بجنين، وهناك مناشدات من المواطنين لإرسال سيارات الإسعاف إلى منطقة القصف. إذن في الحارة الشرقية بجنين هناك قصف ومناشدات من المواطنين لإرسال سيارات الإسعاف إلى المنطقة. قوات الاحتلال عندما تستهدف مدينة جنين ومخيم جنين وتقوم باقتحامها، تقوم بنشر قواتها في محيط المستشفيات الفلسطينية، مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا وغيرها من المستشفيات. لذلك تكون هناك مناشدات من الفلسطينيين بين الحين والآخر، وإذا كان هناك إصابة للرصاص الحي للمواطنين، وأيضا قصف كما حدث في هذه الأثناء ووصول هذه المناشدات. أيضا يوم أمس كان هناك لمدينة جنين ومخيمها استهداف بقصف بطائرة مسيرة داخل مخيم نور شمس، وارتقى في داخل المخيم 6 شبان فلسطينيين، وكان هناك حالة من الشبان الفلسطينيين التي لم يكن هناك استشهاد لهذه الحالة. قامت قوات الاحتلال بفتح مركبة الإسعاف وطعن أحد الشبان الفلسطينيين من داخل هذه المركبة. وعندما تحدثت عن التجريف وتدمير للبنية التحتية، ترافق الآليات العسكرية لقوات الاحتلال خاصة في منطقة الشمال وبعض المخيمات الفلسطينية، ترافقها جرافات عسكرية من نوع D9 تقوم بتجريف البنية التحتية للمداخل للقرى والبلدات والمدن، لا سيما أيضا بوجود هذه الجرافات تعمل على تجريف البنية التحتية. وهناك أيضا يعني هدف آخر لقوات الاحتلال غير تجريف البنية التحتية، وإنما هي لا تريد أيضا وجود عبوات ناسفة محلية الصنع، لربما تقوم بزرع المقاومة والمقاومين الفلسطينيين داخل المدن والبلدات وأيضا المخيمات، حتى تقوم الجبهات العسكرية بالدخول بكل أريحية إلى هذه المناطق دون إعصاب هذه المركبات والآليات العسكرية. نعم، كل شكر لك ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من رام الله على كل هذه التفاصيل.